بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة هننهي قصة المزيفين إن شاء الله، وهنبدأ بواحد مصدعنا بقاله 20 سنة، من أول ما كان لسه في شيء بقى، لسه لا سوشيال ميديا ولا كان فيه بتاع، كان فيه بقى برامج الشات، الاي سي كيو والبال توك وغرف الياهو ماسنجر وكده، والإيميلات العشوائية، واقروا بياناتي وانا الامام الامه وانا اللي مش عارف مالي وانا الجامد قوي وحاجات كده. محمد بن ناصر اليماني، وهو الحقيقه في بياناته اللي هو بيتكلم فيها عن نفسه دي بالذات الاوليه بتاعتها، مش عارف هو اليماني ولا هو المهدي ولا هو الاثنين مع بعض، اذا كان في ناس دلوقتي كده كتير بيجمعوا ان هم ناس كتير في بعضيهم يعني. فالحقيقه هو له تجربه مميزه جدا مع الدكتور محمد عيسى داود، ودي واحدة من المفاجآت أو من القنابل اللي بنقدمها في البرنامج، واللي الدكتور عمره ما اتكلم عنها قبل كده خالص. فهنعرف كل التفاصيل من الدكتور محمد، بس خلونا الأول نرحب بيه. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله رب مبارك عليك. العالمين. زارك هو؟ زارني. طب عايزين نعرف القصة بقى، محمد ناصر اليماني عشان هو مصدع الدنيا دقيق يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى آلك يا سيدي يا محمد ويا حبيب الله يا نبي الله، قدر مقامك ومقدر قدرك وقدر لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعا كان كتاب المهد المنتظر على الأبواب لف الدنيا، وزي ما حك عارف يعني الكل بيطبع، فواضح أنه قرأه، فعايز يقدم نفسه بقى. واضح أنه هو أيضا كان يشتغل، عارف حاجة، طول عمري مش فاضل لأي حاجة لها علاقة بالتواصل الإلكتروني، فقط بريد بيجي بشوفه، اتصالات، تليفون، رسالة عادية جدا، غير كده مش فاضي، لكن بيجي لي كل حاجة. فكلمني من اليمن وان هو فلان، بس ما قاليش ان هو الامام المهدي. فانا رحبت بيه، اهلا وسهلا، قال انا جاي وجاي مخصوص يعني ازورك قبلك، عشان كده لما كنت بقول لسيادتك لا، في ناس بتيجي بطيران مخصوص خبر حضرتك، هذه واحدة يعني ولا يستطيع انه ينكرها. ف كانت سنه كام يا دكتور تقريبا؟ يعني ممكن 2004 كده، في نفس الدائره الزمنيه بتاعت علاء الخروف. يعني بعد علاء الخروف، نعم، يعني خلصنا من واحد دخلت في التاني. حتى ما انا بقول لسيادتك وقتها احيانا، قلت له يا رب يعني واخد التوقيت، يعني بجد يعني. وانا وطبعا انا مؤمن بالحوار بين العبد والرب، واحيانا بعيش خيالي الخاص، ما حدش له دعوه بيا في ايماني حضرتك، ما حدش شق عن قلبي، واحيانا اقول له طب انا بقى بقسم بذاتك وبعزتك، انك بتضحك عليا انا بقول كده. فحوارات بين العبد وربه، احنا احرار مع ربنا، ولا في برضه اللي عايز ينط لنا في النص حاجة. هم يمنعوا سيدنا النبي يكون الشفيع، وهم لا، اللي عايزين هم اللي يبقوا ماسكين المقاليد. فيعني فكنت اقول له يا رب يعني كترت، لان كانت جوابات كتير بقى، حكايه اللي لمحت عليها مره انا المهدي، انا بشكرك، لا ده كان عندي يعني تقدر تقول ربع كرتونه يعني، طبعا الكراتين بتتملي من الجوابات العاديه، انما في ربع كرتونه من المهديين دول خبر حضرتك، وتشكيله تمام. فبلادنا الحبيبه المملكه المغربيه كانت نالت حظ كبير، وفي واحد يعني سبحان الله يعني فيه صلاح لكن توهم انه هو برغم كبر سنه شديد، ودي من العجيبه، لكن طبعا احتفظ بالاسم لان هو انسان وقور، انسان طيب محترم جميل، بس يعني عنده مدد يعني يعني في نور في الفهم. هل اغتر في نفسه يعني؟ فممكن يكون توهم ان التفرد ده في بعض المفاهيم، يعني هو بقى ايه يعني مش عبد المعين والعياذ بالله، لا يعني فاهم. نعم. فقال لك ان ممكن يكون انت عارف الشيطان. عشان كده بص سيادتك، في روايه مهمه جدا لكاتب مصر عبقري اسمه مازن فاروق بدر، اسمها نيمانيسيز. الروايه دي على قدر ما هو مربط خيوطها ببعضيها، لكن ابدع في ان يدي كل فصل كده تشكيله بتوريك علاقه الجن بالانسان، والشيطان ممكن يعمل ايه، وبرضه نفس وهم واحد ان قال انا المهدي المنتظر، وفي شيخ قدمه بنفس الطريقه اللي اتقدم بيها جهيمان
بحضرتك، او جهيمان قدم بيها من يدعى محمد بن عبد الله، بس ده مسمي نفسه احمد بن عبد الله خبر حضرتك. واستدل بقى بايه مبشرا برسول من بعدي ياتي من بقى مبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد، فبقى احمد بن عبد الله. فانا انصح الجميع بقراءتها، هتشوفوا ازاي الشيطان والعياذ بالله والجان يقدر يتداخل ويلعب بالانسان حتى بالشيوخ. حضرتك مهم جدا التحصينه دي، واحسب انه يعني في اغلب ما كتب كان ينقل عن واقع امر. وده الذكاء بقى المبدع، نحول الواقع لروايه، نحول الوقائع لرؤيه فنيه. مهم مهم جدا جدا، وانا بنادي الامه تقرا مره اخرى، اقراوا اقراوا كل، واوعوا حد يمنعكم ويقول لك لا ما اقراش للشيعي، ما اقراش للمسيحي، ما اقراش اقرا كله حتى للبوذي. ما دمت واثق في عقيدتك وفي نفسك، ثقف نفسك ووسع زوايا الرؤيه. ثم تذكر حديث حضرة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها التمسها. وفي حديث آخر: الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. يعني أسعدني أن إحدى المتابعات أستاذة كبيرة مصرية اسمها الأستاذة عزة كلمتني منين؟ من الصين. فكنت سعيد جدا، مش لان دوي البرنامج فقط الحمد لله، وانما لان المستويات العقليه على مستوى العالم التابع. الشيء اللي اسعدني اكثر ارسلت لي صورها مع صينيات ومع فرق من الاحباء الصينيين ذكورا واناثا، وكيف تشرح لهم عن الاسلام المحمدي بنفس الرؤيه اللي احنا بنقدمها. فبقول الحمد لله رب العالمين، اللهم تقبل ان احنا يعني ممكن نعمل بس نبقى على خطر العمل مقبول أم لا. فنسأل الله بحق سيدنا النبي وآل بيته يقبل مننا هذا العمل ويعينها في رسالتها للشعب الصيني اللي فيه طيبة. وهي نفسها بتقول لي فيه طيبة شديدة، قلت لها على فكرة كل شعوب العالم مظلومة، ويعني ربنا سبحانه وتعالى يكون في عونهم ويعجل الخلاص لهم جميعا مش لسيدنا زي ما قلناها. ف يعني هو اصلا هذا الشخص في الاصل هو ضابط في الجيش اليمني. اللي انا عارفه انه ضابط بسيط صغير، ولكن كان عنده رؤيه فلسفيه في بعض الايات. تمام، جيد مش وحش، وممكن انسان يفتح له فهم كبير، بس هي انه يغتر. طب ما هو التفخيخ بيجي هنا، هو في اولياء ما يتسحبش منهم الولايه؟ لا في، ودي يمكن مره حد بيعترض، لا في. طب مال بلعام ابن بعوراء ده كان ايه؟ برسيس يعني اسمح له، برسيس الراهب العابد، وغيره وغيره كتير كتير. وبالذات عارف حضرتك امتى الانتكاسه؟ متى اغتر الانسان؟ يعني متى قال انا، او انا اللي بفهم، انا ما فيش زيي. وكان في واحد اسمه عامر الراهب كان بياخد على سيدنا النبي. طبعا. طيب هو بقى جالك قدم نفسه على اي اساس؟ بس هي لمحه بسيطه. طيب. ان اللي ظهره ربما اغلب اهل اليمن ما يعرفوش، هو الرئيس علي عبد الله صالح. تمام. ويبدو انه قاصد. ليه؟ هو بيذكره بالخير دايما. لا، ما ليه بقى؟ لان هي القبيله قبيله قويه، وكان في بعض المشاكل فحب يستقطبها ان يطلع منها واحد خير حضرتك يقوم بالدور ده. نعم. هو تقريبا بينهم حوارات وقعدات، فاستنجبه واداله الوهم ان هو يبقى اليماني، وبحيث ان يبقى ايه علي عبد الله صالح في نهايه الوقت يسلمه اليمن يبقى هو الحاكم. دي الحقيقه اللي غايبه عن اهل اليمن، وربما كتير عرفوها يعني خبر حضرتك. ولا بقى علي عبد الصالح هو اليماني وهيسلمها للمهدي بقى؟ والله بقى ما اعرفش تقسيمه الادوار بينهم. بس اللي انا واثق منه ان هو لا علي عبد الله صالح يعني وعده انه في النهايه هيسلمه حكم اليمن. طب ما يسلموش يعني؟ ما طبعا. ما هو كان مستخدم، كارت مستخدم، واحنا مش اتفقنا ان في ناس بتستخدم؟ تمام. ما انت شايف ايه حواليك حضرتك مستخدمين، بس في اللي هو زباله، في اللي هو قمامه، في اللي هو نجس، في اللي هو يعني انت عارف في يعني عبيد. اخضرهم في اللي هو العبيط، وفي اهبل، وفي بيستهبل، وفي مدلس، وفي، لكن ده يعني عشان القبيله نفسها، قبيله مراد قبيله راقيه. نعم. خبر حضرتك
وهو الولد للأمانة يعني مهذب. مهذب للأمانة، لازم. أنا شفت له حاجات لا، ما أنا بص سيادتك، اتربيت كده أفصل بين الأمور، يعني أمشي الخطوط أحيانا متوازية مش متداخلة، لأن إذا دخلتها في بعض مش هتنصف، مش هتنصف الإنسان. فعلى كل رحبت بيه أهلا وسهلا، التقينا عند سيدنا الإمام الحسين سلام الله عليه، وهو طبعا باعتباره بقى اليماني أو المهدي، حضرتك هو بيتكلم عنه هو اليماني. فقال لي بقى نزور السيدة زينب، رحنا زرناها، قعدنا بقى عند حضرتها أكثر يعني، حضرتك وصلى وكل الأمور تمام. هو كان على المذهب السني ولا الشيعي؟ لا هو ما تعرفلوش، لا يعني ظاهر تصرفاته بتقول ايه؟ يعني بيبان لا برضه. لا المظهر لا سني، يعني اللي ظاهر قدامي على السني، طب برغم ان وحضرته؟ برضه يعني هي بص التميزات موجوده، بس انا زي ما قلت لك ما بحبش التصنيفات، لا من انا اقصد اهم جمع الامور. انا هدفي هنا مش ممارسته، لا ممارسته مش كانت التصنيف، انا سنيه، هدفي تصنيفه هو. لا ممارسته كانت السنيه تمام. يعني هو طبعا قاري هنا وهنا يعني، واخد حضرتك، لكن الممارسه حتى الصلاه الهيئه السنيه. طيب وماذا قدم عن نفسه ليدعي المهدية ما يعني؟ انا سالته، ما هو هنا بقى القعده يعني، قعدنا في حضن السيده زينب نفسها، وعلى اساس بقى الكلام قدام حضرتها يعني، تمام، بس شاهد على انا طبعا انا بستشهد حضرتها يعني. فحكى لي حاجه غريبه جدا اشبه بقصه ابو الهول ده والعياذ بالله، بس بقى على ارقى يعني، على انظف واجمل واطهر، وبعدين مش بتكليف من حد غير طبعا من علي عبد الله صالح. وطبعا هو ما كانش تكليف، هو علي عبد الله صالح بص لا تشك في ذكائه، خبر حضرتك ذكي وخبصه خبيث طبعا، مش مره قعد في مره في خطبه ليه، كان الرئيس مبارك اعتقد ما كانش موجود في مؤتمر قمه، فقعد يقول وازاي وتحرير فلسطين ده كان مبارك موجود، كان ده وقت محمد الدره، وساعتها مبارك قام قال له اتفضل هات الجيش ما بتاعك. لا ما اتفضل دي هو قالها حسني مبارك، بس انا مش متذكر انه تقريبا ما كانش موجود، لانه او بعدها ممكن يكون كان موجود يعني، براجعها في ارشيفي، بس انا فاكر مشهد علي عبد الله صالح جاي يزور مصر بعدها، والرئيس مبارك في استقباله. تعرف حضرتك الحوار اللي هو المتوقع حضرتك يعني، انا حسيت على وهو نازل بيتكلم يعني، عايز اقول له ده كلام تحرجني وتقول لي اديلك حته عندي ويلا يا عم خد حضرتك يعني، الحوار ده متخيل، بس صدقني هو ده اللي اتقال. وعرفت بعد كده ان كنت قريب شويه من الرئيس مبارك بشكل ما يعني. فاللهم صل على سيدنا النبي. فسالته طبعا همني جدا، انا عايز اعرف. فقال لي والله انا يعني اعتدت بعمل ذكر واوراد، ودي اللي هي بقى سيادنا حذروا منها، ان احيانا ممكن تعمل خلوه وممكن تعمل ورد ويجي لك الشيطان يشتغل عليك. ما هو انت دلوقتي راجل كويس مش عارف يخترقك، طب هيخترقك منين؟ هيجي لك من نفس جنس تفكيرك، من نفس جنس تفكيرك. اخبر حضرتك. فقال لي بدات ان انا في الاول اشوف رؤى، انوار بتخاطبني، صالحين بيخاطبوني، وبعد كده بدات ان انا ارى زي ملائكه. قلت له بتشوفهم يعني بعينيك؟ قال لي بشوف ملائكه اجسام نورانيه، وبعد كده جسم، والله لما اقول شهيد قال لي يعني مش الجسم الضخم، انما حد نوراني بس بيقول لي انا جبريل. وانت المهدي. هنا بقى احنا التقينا لا ابو هاون ولا ابو هاول ولا ابو مش عارف مين. طبعا. فللامانه انا قلت له طب ما ممكن ده شيطان يعني، ايه المشكله يعني الشيطان يدعي ان هو سيدنا جبريل؟ وحكيت له يعني سيدنا عبد القادر الجيلي وما مر بده في، قال له انا الله حضرتك. فالمهم يعني حسيت بدا يتعصب يعني، ان هو لا وانت فكر وانا فيها. جايب لك يعني كمان حاجات، طب هو الامه نفسها محتاره في التفسير. قلت له انا معاك في اختلافات كتيره. قال لي طب مش المهدي هيفسر القران صح؟ قلت له ما فيش. قلت له مش هيفسر، قلت له هيأول زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لسيدنا الامام علي. قلت
تقاتلهم يا علي على التأويل كما قاتلتهم أنا على التنزيل. على التنزيل. نعم. قصة كده نهت عند إمام الأمة عشان نعم. محدش يقدر يتكلم. طبعا الأمة فسرت، والتفسير آراء يعني، كل واحد وآراءه، لكن التأويل قلنا أيلولة الشيء إلى حقيقته، إلى جوهره، إلى المعنى الذي يريده الله، إلى مراد الله وإلى مراد حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي ما أنا وصلت للتأويل، بينما هو برام كده هو بيتكلم بيتكلم هو بيفسر. نعم. الإمام المهدي لما يقول أنا مش هقول أنا بفسر، يعني عندما يتحدث في القرآن مش هقول أصل ده تفسير، ده هيقول هذا تأويل مراد الله ومراد سيدنا محمد، كلامه هيبقى قطعي، ولا هينفع يقول العنعنات وهيرفض هذا تماما، انما هيقول زي ما بيقول اخواتنا الشيعه واخر حضرتك، ده عن ابي علي، عن سيدي محمد، عن ام الزهراء، عن سيدي محمد، عن الله رب العالمين. نعم. ده هيبقى كلام سيدنا الامام المهدي الصادق. دي العنعنه بتاعته. طبعا. نعم. طبعا عنعنته كده. ويقول عن ابي العسكري كمان، طب ازاي هنرجع للحته دي؟ مش هشرح. طيب. كمان انما كلهم ائمه؟ اه كلهم ائمه. طيب. يا اخي سيدنا علي زين العابدين عشان اقرب المسافه، ليه قصيده اتمنى الامه تقراها، قصيده رجال الغيب. دي هتحل الغاز كتيره. ايضا على فكره الصحيفه السجاديه عشان بس ما انساش، وهي تباع في مكتبه الكلم الطيب عند الشيخ صالح الجعفري. عشان ما حدش يقول اصل الصحيفه السجاديه دي بتاعت الشيعه فقط، ده جهل. آل البيت لكل العالمين، مش هقول لك للمسلمين بمذاهبهم، لكل العالمين، وهم اسياد كل العالمين. بل الصحيح في سنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الا تسيد احد الا سيدنا النبي وهم. نعم. حضرتك الباقي بقى الصحابه قلنا لهم الرضوان والاحترام، لكن في الصلاه والتسييد هم فقط. حضرتك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طب حديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يبقى نقول سيدنا أدبا. نعم. حضرتك حكى لي أحد العلماء العظماء، ودي مهمة في قدر جلال سيدنا النبي، إنه بيقول أنا في مسجد، فواحد وأنا في التشهد بقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، بقينا في آفة إن اللي بيصلي، اللي ماسك لي مخطوط، اللي ماسك لي مش عارف ايه، اللي بيخطب جمعه، اللي بتاع مخه معاك. مش مع الله حضرتك يعني، لا مخه عايز يشوفك انت هتغلط ولا مش هتغلط، هتقول ايه عشان يصححوا لك، وممكن يكون هو يعني عفوا قمه الخطا والشيطان لابسه زي ما الاخ ناصر ده وقع في المشكله دي. فبيقول اللي ضايقني ان بعد ما خلص الصلاه بيقول لي يا اخي ما تسيدش النبي محمد. فبقول قلت له ليه بس؟ قال لا هو السنة اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. قال له يا سيدي والله أنا يعني أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. بيقول في تعدية شيخ الإمام المسجد. قال طب هو هنسأل مولانا. فبيقول لي والله أول ما قال كده وضعت يدي على قلبي خوف أن يكون الرجل منهم غير فقيه أو من مظلم القلب. بيقول دعوت الله سبحانه وتعالى نصرة الحق، نصرة الحق مش. نعم. أنا. نعم. بخبر حضرتك، وكان ابنه جنبه، فالمشهد هيأثر في الطفل ده، شوف ده يصوغ للمستقبل. فاستفتى الرجل، فالرجل لما حس بالتعنت منه، وانت عارف الوجه والعزو لما الشيطان يحضر عليه، المهم يقلل من سيدنا النبي يعني، بخبر حضرتك. إنما لو وقف قدام أمين شرطة مش هقول لك سيادتك ويا فندم وحضر والشيخ الفلاني الأديب الفقيه الواعظ المفسر، ايه يا عم ايه يا عم، عند سيدنا النبي لا ما تقولش سيدنا. طيب فالراجل لما حس بجهامته واضح النور في قلبه، قال له يا اخي يعني الادب مع سيدنا النبي واجب، انت التزمت النص عمل له كده، اما هو جزاه الله خيرا التزم الادب وراح سيبه وماشي. قال له والله بقيت عايز اسجد، بقيت عايز اسجد من الفرح، لان انا دعوت الله بنصرة الحق. فصاحبنا ده حضرتك يعني قصة بقى تجلي سيدنا جبريل عليه، قصة تجلي الملائكة عليه، ثم الفتوح اللي بدأت تجيله حسب رؤيته. أنا قرأت له طبعا أنا قرأت له يعني في حاجات. فالمهم لقيته سايب لي حاجات مصورها يعني كتير. يعني في كتير صراحة. لا ده مجلدات. وفي حاجات لا، وبصراحة كتر خيره يعني إيه، كلف نفسه مغلفها لي وكل شيء. بحضرتك
وانتهى اللقاء على ان انا مصر ان مش هو المهدي نعم ولا هو اليماني. ليه؟ لان اليماني ليه معه موقف، لك معه موقف في امر حدث كان غريب في حياتي. هنقوله دلوقتي؟ لا اعتقد خليه مع الرجاله بقى لا تخرج. تمام. هو مش في الناس عايزه تعرف مين اليماني ومين السفياني ومين الحائك الطويل ومين صحابي مصر ومين صحابي، لان كل دول شخصيات اعتباريه اللي يقول واحد بيلبس التاني يبقى مش فاهم حاجه. يبقى اسمح لي محتاج اتعلم الف باء يعني. واللي يتوهم ان انا مش عارف لا محتاج يعني يبقى مسكين جدا. مسكين كتير يا دكتور. ما انا عارف يبقى يدور شيوخ مين؟ يبقى يدور شيوخ مين؟ خبر حضرتك يا اخي ده احد ابسط شيوخي كان مفتي روسيا الشيخ مبشر الطرازي اللي كان معانا في المانيال ومجالسه وبعلومه والافزاز من العلماء خبر حضرتك والعارفين بالله يا اخي الشيخ عبد الحميد الكاشوري الشيخ ابو خليل الكبير الكبير قدام حتى من نسله قال السر سرى في المريد لا في الوليد وهو اللي خد الراية لدرجة كان البعض بيقلق ان يسميها الطريقة الكاشورية لكن الرجل كان شديد الأدب والإخلاص وهذا أحد شيوخي شيخي الأستاذ الدكتور حسن عباس زكي اقرأ مقدمته على تفسير ابن عجيبة تندهش من العلم. نعم. مش اي حد والدكتور حسن عباس زكي ما كانش بيقعد مع اي حد ومش اي حد يتتلمذ على دي وقلت لسيادتك الدكتور مصطفى محمود عاد الى الايمان على الدكتور حسن عباس زكي. نعم. فانا فضلت مصر وان هو مش المهدي. طيب دكتور هو له فيديو مشهور قوي بشوفه له كتير يعني قاعد في وسط مجموعه يعني وبيحاول يعني يعدد ما لديه من امكانيات ما اللي تثبت ان هو المهدي فمن ضمن كلامه بيقول هاتولي اي شيخ اقرا عليه ما اخليه يفهم حاجه يعني او اخليه يهزي مثلا او اخليه حاجه كده ايه هاتولي اي شيخ اقرا عليه طيب جميل إيه يعني؟ لا جميل الحك جيت للمساله دي يعني هجاوب عليها عرضا انما هقول النقطه اللي هي القاعده نعم هل حضرة سيدنا الإمام المهدي صلوات الله وسلامه على حضرته بحاجة إن هو يعمل هذا الأمر؟ لا طبعا لا يمكن لا خلقا حضرتك ولا أدبا ولا حتى علما إنما اللي هيطلب المناظرة منهم أهلا وسهلا اللي هيطلب المواجهة العلمية هيفهموا بمجرد كلمات من القرآن العظيم والتأويل الحقيقي والسنة الحقيقية حضرتك اللي هي ما ينفعش فيها بقى جدال فمسألة إن أنا أفضل أدعو إلى نفسي كأن أنا اليماني أو المهدي حضرتك على النت وبعد كده بقى بكل أجهزة التواصل المخترعة واللي هتجد هنفضل نعمل عليها أنهي مهدي ده اللي عمالة يستجدي المهدية أو اليمانية؟ لا هو ثانية واحدة بس يا دكتور عايز أعلق حتة إيه يقرا على ليه يعني ما أنا حاجة دي بس أنا لها علاقة شايفها لها علاقة بالسحر مش أنا قلت ما أنا ثواني أنا قلت لسيادتك هجاوب بس هضع قاعدة إن سيدنا الإمام المهدي خلقا وادبا مش ده السيستم نعم. القاعده الثانيه حضرتك انه لن يستجدي من احد ان انا المهدي تمام. مش هيمشي يقول للناس كده يعني عشان الناس اللي بتسال الله طبعا يعرف منين هتعرفوا منين من ده انتوا هتسمعوا صيحه سيدنا جبريل نعم عشان بس نخلص القصه وبقى اجبتهم ولو فلان. ان المساله فيها تفصيل ايضا نعم. وفيها اسرار عظيمه وحضرتك اسرار اعظم مما يتخيل العقل وفي جزء قد أؤذن إن أنا أقوله بإذن الله وفي جزء لا لازم يظل في طي الكتمان لكن إن شاء الله الجيل ده هيشوفوه يعني هذا الجيل بإذن الله هيشوفوه اللي هيعيش 3 4 سنين 5 كمان وأقل طبعا كتير هيشوفوه بإذن الله فالقصة محلولة سيدنا الإمام المهدي مش محتاج لا نت ولا تلفزيون ولا كل الأجهزة ولا كل التقنيك والتقنيات اللي بتشوفوها دي نعم. بل حيفرض على الجميع أن ينقل الحدث وهو في الحرم نعم. حيفرض العالم كله وكالات الأنباء العالم كله هو اللي حيدور وقلت لكم قبل كده سيدنا الإمام المهدي مش محتاج حد والله العظيم ما محتاج حد
بقسم بالله مش محتاج حد، ولا شيعي ولا سني، نعم. الحق انما الجميع محتاجينه، العالمين كمان، اخبر حضرتك، لان هو تمام قدر اعلى لله سبحانه وتعالى، تمام الخطه الالهيه. نعم. ده انا على فكره كده يعني جسمي يرتعد لا اوفي مقام سيدنا الامام المهدي شيء، لان هو من مقام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الا انه ليس بنبي. نعم. فلازم الاجلال لحضرته. نعم. طيب القراءه دي ايه بقى؟ ايوه نيجي بقى للمسألة. عايز يقول ايه يعني؟ شوف سيادتك، يا اما بيتهم كل شيوخ دول هم مسحورين ومسيس وهو المعصوم، ما هو المهدي معصوم، ما حدث اللي هيجي يقول لك الامام المهدي مش معصوم ده يعني اسمح لي يعني. نعم. حتى على مذهب السنه ان هو يصلح الله في الليله كان لا له اخطاء. طيب. ما انا بقول بص لو هاخد كده طب بقى معصوم يعني، ايه القصه يعني؟ هو ليه دايما التهوين في شأن الأئمة وفي شأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان لما نقدم واحد مصنوع تمشي. لا، وعلشان غير ان يبقى واحد مصنوع هو حاسس العقد، في ناس عندها نعم. مرض نفسي يعني، هو مش اشمعنى يعني ليه يعني؟ اخبر حضرتك ايه الميزه بتاعته يعني؟ ما هي بالظبط، وده هيتقال كما قيل في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قيل في الانبياء جميعا على نعم. فكره يعني المساله دي، بينما الله رد الله اعلم حيث يجعل رسالته. قبل حضرتك طيب، يبقى اول حاجه حضرتك، يا هو بيظن ان كلهم مماسيس وهو المعصوم ويقدر يقرا عليهم فهيتصارعوا بقى قدامه، كل واحد بقى شيطانه هينطق وجنه هينطق وعفريته هينطق والمرض اللي عليه وتصنيفات بقى الجن والشياطين. قبل حضرتك، يا اما شايف بقى ان هو يعني والعياذ بالله ممكن يكون عارف ان معاه حاجه مش تمام وتستطيع ان هي تسحر اللي قدامه وتوهمه يعني. ومش في ناس عملت حاجات زي كده من غير ما تكون مهدي؟ نعم. لا، مش في ناس عملت كده؟ صح. وطلعوا في فضائيات؟ نعم. وكانوا ساحرين اللي قدامهم؟ نعم. واعترفوا الناس؟ طب دكتور، ملاحظ ان هو لجانه الالكترونيه كتير يعني اكتر من لجنه، ويعني اللجنه الواحده فيها عدد يعني، ده واضح. ثانيا له اتباع كثر دلوقتي في اليمن وفي لبنان، في جنوب لبنان بالتحديد يعني، وتغطيه اعلاميه بتغطي لك يعني بتتك على جنوب لبنان يعني. مش عايز اتكلم يا اخي، جنوب لبنان فيهم ناس طيبه. لا، مش بتكلم على الشعب، مكان زي الشعب علي وعلى راسي وبيشتكوني. طيب، بيبعتوا لنا شكاوي، انا مش عايز افتح الشكاوي اللي بيبعتوها لهم. حق. اه، والامه كلها لها حق ان 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 زادت عن اللزوم السفاهه وقله الادب في ادعاء امر يا اخي سيدنا النبي تكلم فيه، واحاديث متواتره يعني التواتر المعنوي فيها اطبقت عليه الامه، ما مش محل نقاش. خبر حضرتك، هم الناس دي فاكر ان هو جاي يحكم بلد وبعدين ياخد قرشين ويوزع على الناس، ولا فاكر يعني ايه تصورهم؟ الناس متخيله ان المهدي بالشام بس والمهدي اليمن بس، ده يعني بس. يدل على التخلف العقلي والوجداني والنفسي والروحي والفكري والثقافي والفهمي وكل شيء. وده تسريبات يا سيدي، سيدنا الامام المهدي قضيه كونيه. نعم. قضيه خطه رب العالمين مع البشريه، ثم العصف بكل خطط الدجال وابليس. وانت فاكر يعني الرعب اللي في قلب الدجال والابلسه برغم الرقص والغنى والمهرجانات اللي على مستوى العالم؟ في كل مكان في الدنيا هتلاقي في كده موسم بيسموها ايه، للشيطان الحاضر. الشيطان ما هو عارف اللي هي، لما حاج بيتكلمنا على الكنيسه الكاثوليكيه وغيره، اصلا المذهب ده اللي هو يعني الراقص شيطانيا. خبر حضرتك، وتلاقي اغنيه لها علاقه بالدم، الدم في الارض، الدم مش عارف ايه، الدم الدم الدم. دي كانت صحف امريكيه عملت تحقيقات كده من عام 82 عن تحذير من عوده فكره الشيطان المقدس. نعم. كل اللي بيدعوا المهديه غير الحقيقيين ثق ان معاه شيطان. اما الشيطان ده اتجند له مباشره، او الولد ده في النهايه انضوى لمؤسسه ما. مساله حضرتك الاعداد اللي بتتزايد، انت حضرتك ادرى الناس ان حتى بعض الملاحيس اللي بيقعدوا بس يتهجموا علينا، وانا قادر طبعا يعني لصومي وفي السجون يعني، لكن والله العظيم شيء كده يعني، واعرض عن الجاهلين غير وعن الحاقدين وغير عن المستاجرين.
يعني تشعر حضرتك ان في تجنيدة لهذا الامر، تمام. في تجنيدة لهذا الامر في حشد. بالضبط. زي العيال دول، مش قلنا في لجان الكترونية شغالة حضرتك، في مؤسسة بترعى هذا، لا او اقصد جهاز يعني هو استخبارات. ناصر اليماني ده خمس ست حسابات فيسبوك، استنى، خمس ست ما انا حسابات هكمل لك، تويتر واعداد. ما انا هكمل لك. يا مؤسسة بترعى هذا، تمام. تمام؟ يعني في اليمن في البداية معالي عبد الله صالح، ما هو عاش لغاية لما شاف الحاجات دي. تمام لا، اتجندت حاجات رئاسيا، انا بتكلم كده بصراحة. تمام هو حاجة بتزود الاعداد، وممكن لا بيقروا له ولا بيشوفوا له، بس انتوا يا سلام الكلام وايه زي ما بيحصل معانا. ده محمد عيسى ابراهيم ده راجل، ما انا اول ما شفته كده قلت بس، يوم يعين الغلبان يتوهم ان ايه، اتوهم. لا الناس دي وحشه وده الجميل الملاك اللي بيرفرف، وهم اباء جهل. خبر حضرتك نفس القصه. في حاجه تانية خطيره، السفاره الامريكيه ما بتلعبش، نعم والموساد الاسرائيلي ما بيلعبش، أكيد. وهم عارفين ان قضيه المهدويه تمسهم مس مباشر. نعم وانا عايز سيادتك تقرا التقرير العلمي الاستخباراتي الامني المصري اللي ربط بين انثى العنكبوت نعم وواحد من اللي بيروجوا للمسيح الدجال، ان ده المهدي، ان ده المهدي. فانتوا فكره مسخ قضيه المهدويه وسيادتك هدف استراتيجي للدجال وابليس. طب أكيد. مسخها ازاي؟ زي قضيه بقى الملعون علاء الخروف ده، نفجر القضية لو نجحوا، تخيل هتبقى حادثة جهيمان تانية. نعم يبقى محدش قلنا يتكلم عن القضية دي، ثبت ان هي فاشلة ومش موجودة، وحكناها من وهم المسلمين، خلاص بقى خلصت يا اخي حضرتك. طيب الشيء التاني بقى من المسخ، ان انا اطلع النماذج دي، واحد يفضل يشحذ انه المهدي من الجموع، عمال يشحت. نعم عفوا، اللي انا شايفه ده واحد قاعد صحيح على باب مسجد، ويا جماعه انا المهدي، انا المهدي، حاجه لله. طب واحد يبايعني لله، نعم طب واحده تبايعني لله، اقروا بياناتي. القضيه كده، اقروا بياناتي. هو سيدنا الامام المهدي منتظر يعرض ده، البشريه هتحط السجاده لله جمعاء، كل على حسب تصوره. كل واحد يؤمن ان الله موجود ايا كان التصور، بنغض سيدخل شبرا. البصر عن ده كله، هيقول يا اله السماء انقذنا، ابعت المخلص، ارسل المخلص. الامر هيوصل لكده، وده بقى مش بيبث رعب زي اللي بيبثوا، لا لا لا، بس البشريه تستحق هذا الامر من التاهيل اللي انتهت، مشيت ورا شياطين ورا افاقين والله يا دكتور، وامتلأت هو اصلا دلوقتي المجتمعات. اللي يعني واضح ان الناس كتير بالذات الشباب يتمنوا الموت، ودي يعني خلاص. دي من العلامات اللي هو، طب نعم سيدنا النبي اتكلم فيها، وسيدنا الامام علي واهل البيت، ان هيمر الرجل مش الشباب بس، ويمر على قبر ابيه او اخيه او امه او مسؤول ماسك صديقه، القبور. ويقول له ليتني كنت مكانك. نعم لان خلاص يعني ضاقت الانفس، وضاقت على الانفس الارض بما رحبت حضرتك، فمن هنا تمني الموت. هل حضرتك بقى بتشوف ان التغطية الإعلامية اللي هو خدها والإلكترونية دي ده وراها أجهزة؟ طبعا، وحضرتك مغمض العينين. نعم هو يعني حضرتك حتى الحرب اليمنية يعني السعودية دي، ما ألف علامة في إيه؟ وإحنا الأخيرة من دي. الأول قلنا يعني في نعم إيه يعني؟ نعم وبان إيه حزم مين وكلام من حضرتك، فتو كله شغل تكتيكي عالمي يعني. ولو هو سؤال بقى موجهه له، وانت بقالك 20 سنة دلوقتي بتتكلم لغاية دلوقتي السؤال ما بقى، اتمكنتش. السؤال، لا السؤال اللي بوجهه له هستأذنك يعني، اتفضل. مع الحرب اليمنية السعودية، أين كنت؟ مش آن بقى أن يخرج اليماني أو المهدي نعم أيا كان من الأدعياء، المهدي الحقيقي له تصرف تاني، وعارف أقدار الله، ومعاه الكارت بتاع ساعة الخروج وساعة الصفر. بعدين احنا ما نعرفش ساعة الصفر امتى، والأفضل إني أكون هناك وقت وصول المعلومة. عارف خبر حضرتك، ومش مستني حد يدعي له، الكل يدعي لنفسه. ايضا الشيء الثاني، هنفترض ان هو اليماني، هناخد بقى بالحد ان هو اليماني. طيب اليماني ده من وزراء سيدنا الامام المهدي ومن امرائه، يعني نعم ما هو دونه يعني، يعني على فكره ده في الزمن، احد مش ما نواب. دونه كمان اللي هو ان لا ده هو زيه في المقام، لا طبعا مش زيه في المقام، نعم الناس بتفسر على مزاجها. حضرتك ما هو دونه في الميقات، في الميقات نعم حضرتك، من الصالحين، ووالي كبير، ووزير من وزرائه، وامير من امرائه، وهو امير اليمن ما فيش كلام نعم. حضرتك طيب، حضرتك ما خرجش ليه بقى باعتباره اليماني؟ ما حلش المشكله ليه؟
ولا مستني بقى التدخل الأمريكي الدولي والأمم المتحدة عشان هما اللي يجيبوهم، هياخدوا بيعة من الأمم المتحدة. وبعدين ايه موقفه من اليمنيين اللي هو تحت الضغط، اليمنيين اليهود اللي هم هاجروا ومشيوا بقى لإسرائيل ومعاهم المخطوطات النادرة اللي كان بنيامين نتنياهو مبسوط بيها يعني. طب ما مش كان اليماني اولى حتى بالمخطوطات العبريه دي؟ وما فيش مانع يديها لهم ولو ملكهم، تمام، او يصورها عشان يشرح للامه حتى النبوءات اللي فيها يعني. صحيح حضرتك. فالاجابه على الاسئله دي مش هيقدر. السؤال هل الامام المهدي شحاذ للمهديه؟ يعني حاشا حاشا، اعظم اساءه واعظم مسخ بعد القضايا اللي هي بيهولوا بيها الصهاينه. يا ريت بقى ايه توقف الناس بتوعك يخشوا على القناه عندنا ويقروا البيانات ويقروا البتاع، عشان هم بياخدوا البلوك على طول بيتوكل على الله، فوفر مجهود. هم بيبعتوا لنا بيانات؟ لا لا عفوا، ما لازم اقول حاجه، بياناته الاولى عندي من زمان بايدي هديه ليا، ورفضتها ورفضت اللي فيها كمان. واذا كان فيها شيء صح فده راي زي اي مفسر اصاب. فحك اجتهد هنا برغم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. نعم. لأن علومنا من أهل البيت. فحضرتك لازم تاخد درجة الختم العلوي الزهرائي. صحيح. المحمدي اللي هو مضمون العصمة فيه، لا هنضل ولا هنفترق ولا هنتهم بعض، مضمون النقاء، ما فيهوش الأنا. أهل البيت مش بتوع الأنا. صحيح. مش بتوع الأنا، الأنا دي لأي حد تاني، حتى سيدنا الإمام المهدي هو إن كان عليه ده هو مبسوط، هو مية مية مع نفسه ومع ربه في خلوته، مزاجه فل، مساء الفل، وبقول له أنت عسل وأحلى من العسل، مساء الورد والفل والياسمين، يا أحلى إمام. خير حضرتك، وأنا واثق إنها توصل بإذن الله. طيب ياسر سليمان بقى، من هذا المدعي؟ هو مصري. بكل اسف. مواليد 63 اهو. في واحد حبيبه قوي. حبيبه. بس طبعا في الاخر ناقم عليه يعني. نعم. لان هو شك. الشيخ محمد الفارس. انا بحبه الشيخ محمد الفارس على فكره، ممكن يختلف معايا ويقول اراء، انا بحبه. بص اللي قلبه حلو انا بحبه. حتى لو اختلف معايا. والله لو مسكني ضربني بوكسين انا موافق. ليه؟ لان انا عارف قلبه. خلي بالك قلبه حلو. فالراجل اللذيذ ده لقيته بيقول لي هو انا عايز افهم ايه قصه ياسر الشريف. قلت له لا انت اللي تفهمني دي بقى. شوف انت بتضحك ليه؟ لان هو اللي جابه. انا عمري ما سالته يا مولانا انت تعرفت عليه فين؟ ما اعرفش بقى. ممكن يكون جابه بقى من مسجد، من آل البيت، من عند سيدنا الحسين وعند سيدنا علي، لانه كان بيلف على المساجد دي. ودايما انا بقول مسجد سيدنا الامام الحسين والسيده زينب سلام الله عليها وسيدنا علي زين العابدين وسائر السيده سكينه موجودين هنا في شارع الاشراف، منورين الدنيا والله، والله منورين مصر. ومصر يعني تزدان بيهم. ولهم حفلات الروح الايام دي، ده في حفلات، في حفلات بالميلاد الكريم. فالصالون حضرتك كما هذه المساجد تاني. مركب بيطلع في المركب كل واحد. البر والفاجر والحرامي والنظيف والكويس والوحش. فالصالون كان كده. فقلت له يا مولانا انت اللي جايبه. نعم. وانا مش هسألك انت جايبه ليه، اللي كان بيجي بيجيب صديقه، عمري ما بسأله. حضرتك يعني ده انا حتى يوميا بقول يا جماعة المكان مش ملكي، هذا اليوم وهذه الليلة انا ضيف زيكم يعني. اسألهم، ناس كتيرة موجودة يعني. ففعلا دخل شخص حالق زي كوجك. تفكر الحلقة الجميلة حك عملتها؟ لا هو بقى يعني بطيخة. يعني اللي هو يعني لو وقع على رأسه هيتزحلق تاني. بخبر حضرتك. فالشكل طبعا كان يعني لامعة وبان واضح ان هو مش مثلا لا هو اللي عاملها. يعني مقصودة مش أقرع. يعني. مش أقرع. مش أقرع.
وخرحك. لا بس بيخليها يعني مراية. تمام. يديها بني. ولو مستمر يعني العرض ده مثلا حوالي سنتين. ده بيحلق كده كل يومين. ما أنا ده في حاجة. وبرضه أنا ما للأمانة ما قدرتش أسأله أنت بتعمل الموضوع ده إزاي يعني. ما يعني كل واحد له خطيات. أنا مالي بخليني في حالي. بس سيدنا الإمام شعره طويل. ما أنا ما كنتش أعرف أن هو سيدنا الإمام. أنت بتصدمني. شو هو يعني طب يذاكر. لا ده قعد سنة ونص ما فيش اي حاجه الادعاء ده. لا ما فيش الادعاء ده. وبعدين الشيخ محمد الفارس كان يغيب زي ما يغيب وده حاضر بس يعلق بحاجه يقول تفسير وليه حاجات برضو كانت لذيذه يعني تمشي يعني نظام ناصر اليمان يعني اللي هو تمشي يعني اخر حضرتك يعني بنعديها يعني مقبوله يعني. انما كان حاجه غريبه جدا العداء بينه وبين شيخ الازهر كان عجيب. كان الشيخ سيد طنطاوي الله يرحمه والشيخ الازهر غلط. انا مستعجب على اللي هاجمه شيخ من شيوخنا من شيوخ الازهر يعني بحط علامه استفهام يعني. في شيء مريب استهداف للازهر بشكل عام والمولانا الطيب بشكل خاص. بص مولانا الشيخ احمد الطيب من آل البيت واللي يتكلم عليه يبقى سفيه ابن سفيه. واخر حق رجل طيب ورجل صالح واهله ناس طيبين وصالحين ومضيافتهم زي مضايفنا كده حضرتك مستمرين في الخيرات. الشيء الثاني يعلم هو على ارض يقف وشديد الادب. ولو مش شديد الادب كان عمل حاجات كتيره. كان عمل حاجات كتير انما شديد الادب وشديد عشق هذا الوطن حضرتك. وفي ازهر يا سيد الامام المهدي سلام الله عليه سيحفظ الازهر وسيحفظ قيمته. هيعدل الاشياء لان ديننا محتاج تجديد. دي لازم نكون صرحاء. صحيح. ديننا محتاج تجديد. وهو سيدنا المهدي عندما في روايات اخواتنا الشيعه يقولون ياتي بدين جديد يقوم يتسافه حد من جهله السنه بينما في علماء سنه. يا اخي انا بحيي في رجل اعلامي جميل اسمه دكتور يحيى ابو زكريا. ليه برنامج جميل جدا بيجمع دايما شيوخ من السنه والشيعه. بجد حب غريب بجد احترام وبجد تفاهم يعني دايما الاثنين بيلتقوا وهذا هو المنهج. انت عايز تجمع الامه ولا عايز تحرقها؟ جمع طبعا. طيب ما هو سيدنا الامام المهدي هيثبت الازهر ويصلح الحاجات اللي محتاجه تصليح وكل مكان في الكره الارضيه بالحوزات عند الشيعه محتاجه تصليح التصليح. نعم. واخواتنا الشيعه المعتدلين عارفين ده ويقرون بهذا. ديننا بحاجه لتجديد خبر حضرتك. فياتي بدين جديد يعني مش معناها هيجي بحاجه غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا لكن هينفي القدر الذي على نور هذا الدين. نعم. خبر حضرتك هتشوف الوجه المشرق وجه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هيتلألأ بالحب لكل خلق الله والدعوة بالمرحمة. نعم. خبر حضرتك. ف يعني بكل أسف أنا بقول لهم شكرا على البيانات اللي بيرسلها لنا ملقاش أي لازمة وبتكلم بأدب شديد يعني هو دون المستوى عن اليماني فما بالك بسيدنا الإمام المهدي. تمام. طيب ياسر بقى كان حضرتك قلت لي كان كتب بيان كده في خط ايده ان هو القائم من آل محمد. طيب. وعمل ختم لنفسه تمام. نيجي بقى لعمنا ياسر نكمل الموضوع. فانا فوجئت مره ان فضيله الشيخ محمد بيقول لي انا عايز اعرف حكايه ياسر. فانا اللي كنت مندهش من السؤال المفروض هو اللي يعرفني وانا كنت فاكره صديقه طلع مش صديقه انما تعارفه. نعم. فقال لي هو انا بساله كده وبيتكلم احيانا بعنجهيه وان هو هيغير ويعمل وحسن مبارك ده مش عارف ايه وبتاع المهم يعني الخط اللي هو ماشي يعني. فقلت له انت اصلا بتشتغل ايه؟ فانا كده بدات افهم ان الشيخ محمد الفارس ما كانش صاحبه من السؤال. قلت له مولانا السؤال ده معناه قال له لا مش صاحبه بس التقينا كده قدرا يعني. فقال له انا في رئاسه الجمهوريه. كده بالحر اول كذبه. انا وقع في قلبي ساعتها والله على ما اقول شيء. قلت له يا شيخ محمد هو الاخ ده الظاهر بيحب آل البيت بس اللي يحب آل البيت ما يدلسش عليهم وحضرتك ما يزورش على سيدنا الامام علي وشويه عيال تطلع تعمل على النت تشرح كلام بتاع شياطين وحضرتك يتسجن وبعد كده يطلع من السجن يقول لك اصل كنت في كازاخستان. هو النبي السنتين ما نجيب لك انت كنت فين يا راجل.
يعني كفى كذب وتدليس على الدولة وعلى العالم بقى، كفاية إسفاف. نعقل بقى بدل ما نضرب صواريخ، نعقل. طيب فقلت له اللي زي ده بقى بيتصور ان بما انه بيتكلم عن آل البيت وبما ان آل بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هم اصحاب الرئاسة الحقيقية، ودي حقيقة على فكرة. نعم. يعني هذه حقيقة ممكن نبقى نشرحها بعدين. فبينسب نفسه ليهم. قلت له الآن أنا فهمت ليه واصف نفسه بالشريف. إيه حكاية بقى إن كل واحد في الآخر يحط لي الشريف ده. أو على النت تلاقي الشريف فلان. يعني ده حتى يا سيدي لو أنت الشريف وشريف. تجرش بيها. يعني ما تجرش بيها يعني عيب. أخبر حضرتك. فقلت له والله شيخ محمد يعني ما. قال لي أنا بس ملاحظة الشيخ محمد هنا ما وصلش إن ده بيدعي المهدية. إلى أن بأوجز فوجأت بواحد من المجلس دكتور. فبيقول لي الحق ده في واحد صديقك بايع ياسر ده لأن هو المهدي. قلت له معقولة بتكلم بجد؟ قال لي أنا ما أنكرش خدت صدمة يعني مش ممكن. قلت له هو قدم نفسه المهدي؟ قال لي ده هو بعد لما بيتعرف بناس في الصالون بياخد تليفوناتهم ويبدأ يتواصل معهم من وراه. قلت له لا أنا ماليش دعوة بدي يعني ما ياخد ما مش حاضر أمنعه. قال حضرتك ماليش ولاية على حد. الضيوف وأنا ضيف معاهم. ف يعني الموضوع رجني شوية. بس هو قال لي اسم واسمين ما ينفعش. يعني ما ينفعش العقليات دي تاخد على ده. ومنهم حد راجل أعمال. الله طب بتدور على راجل أعمال. قال حضرتك ده أنت بتدور على جيبك. بدور على جيبك. يبقى احنا بنتاجر هنا. اخبر حضرتك احنا بنتاجر. لكن سنة كام يا دكتور تقريبا؟ بعد اليماني؟ لا بعد اليماني. يعني 2007 2008 2009. تمام. لا هو من 2009 اطرد. لان حصل جريمة. اخبر حضرتك فوجأت بواحد انا يعني كنت احترمه وما زلت. بس انسان طيب نقي. داخل علي الصالون مرة وحالق نفس الحلقة. والمهم بيبص لي يعني ومبتسم كده يعني هو عايز يقول لي أنت مش ملاحظ حاجة. أنا طبعي بص حتى مع إخواتي خفيف ماليش يعني ما لم يلجأ أخ أو أخت ليا في شيء ما بتدخلش في شيء. طبعي حتى مع أصدقائي ومن الطفولة وأنا كده يعني أحب يعني من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعني. فإلى أن فين في نهاية الصالون قال لي هو أنت مش ملاحظ حاجة؟ يعني أنت قاعد وبن يقعد يتعمد يقعد قدامي. خبر حضرتك يعني عايز يشد نظري ينطقني يعني. فقلت له لا مش ملاحظ. خبر حضرتك فقال لي مش ملاحظ إن أنا حالق زي ياسر؟ قلت له والله العظيم ليه بقى خير؟ راح قاعد معايا بقى. قال لي ده هو صارحني إن هو المهدي. قلت له طب يعني وأنت اقتنعت؟ قال لي انا حاسس كلامه فيه نور وكلام من ده وحتى ده دخل بيتنا كتير جدا. قلت له وبعدين؟ قال لي والله ما اعرفش وكده انا شكيت له كان بيني وبين زوجتي مشاكل وبتاع وهو جاي يصلحنا. فبعدها حتى قال لي ان يعني ايه انتوا الاثنين مش لبعض. اهلا بيك. قلت له انت بتكلم ازاي يا اخ فلان؟ قال لي والله. قلت له وبعدين هو انت بيعته؟ قال لي انا بس ساعتها عارف انك حضرتك بترمي كوب ماء ثلج في وشي. قلت له اخي محمد ده هنا في الصالون ناس علماء انا ما بجيش فيهم حاجه. طب ما رجعتش لحد فيهم ليه وانت مصاحب ناس منهم؟ وفعلا كان في اتنين تقال. قلت له مخبي على الاتنين التقال. هو البيعه هتستخبى؟ سر. لا التاني قطعا قال له اوعى تقول لي فلان بتاع كلام من ده. قلت له الموضوع ايه بقى سيادتك؟ هو طبعا في مراته. طبعا في زوجته. وراح لوالدها. شوف بقى الوقاحه والبجاحه حضرتك. فالمهم بيقول لوالدها ايه انا شفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ده بقى الكذب. تبقى الكذب وان كان ممكن يبقى شيطان ويقول له كده ويعمل كده عادي عشان برضه ايه يبقى هدم للحديث يعني. لكن انا شك ان هو شيطان. هو شيطان. فاعتقد انه فبرك يعني. بس الاب كان ذكي جدا. سمع وبعدين لما وصل بقى لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له انا شفت بيقول لا هما الاثنين مش لبعض وهو يطلقها وهي هتبقى زوجتي بعد كده عشان تبقى زوجة المهدي دي هتبقى اميره.
فالراجل بص له كده قال له بص انا مش عايز اغلط، بس هقول لك حاجه، هكلمك بكل لطف بنفس منطقك، انت سيدنا النبي جالك وقال لك كده؟ قال له اه. قال له طب انا بقى مستني سيدنا النبي يجي لي ويقول لي طلق بنتك عشان تديها للاخ ياسر سليمان الشريف. وطرده يعني، طرده بس طرد يعني بتأديبه وبرفق، راجل كان ذكي يعني، برغم ثقله يعني كان ممكن يعمل حاجات تانية. المهم ان لما عرفت هو كان بيشتغل ايه عفوا يعني؟ مستشار. تمام. فبوريك يعني احنا وصلت الامه لانهي مستوى يعني. طب والزوج كان بيشتغل ايه؟ هذا الذي صدق انه مهدي. بكل اسف يعني استاذ كبير. جامعي؟ لا، لكن في مرحله يعني مش سهله يعني، يعني مرحله عقله خفيف يعني. لا لا لا، عقله مش خفيف، لا وذكي جدا، وبعدين ده راجل بيجيد لغات ومستوى رفيع. هو صدقه ازاي؟ طبعا هو وغيره. انا حاول سيادتك وصدقني فيما اقول. نعم. صدقني فيما اقول، بس الاول طلبت منه شيء، قلت له لازم زوجتك ترجع بيتك، مفيش الكلام ده كله، كل ده شغل شطان. ودللته على قراءة سورة الواقعة، ودي مهمة بقولها للأمة. سورة الواقعة أحد أسرارها العظمى، بالذات إذا تليت ويدك في ماء، ونثرته في الأماكن الطاهرة في البيت، وشرب منه زوجين، الصلح والحب وديمومة الحب. ديمومة الحب هو سورة الواقعة، ما اسم الودود حضرتك، إنما الواقعة من روحانياتها وأنوارها جلب الوئام للمنازل. نعم. فعمل وصيته عليه ورجعوا سمنة على عسل. اخبر حضرتك، اكتشفت ان الراجل ده ما دخلش بيت، وبالذات اذا كانت فيه زوجة فيها مسحة من الجمال، الا لازم يشتغل سحر. سحر سحر، عشان كده بننبه من خطورة هذا الامر. اخبر حضرتك، وبعدين الاخ ده عرف ان الموضوع كله كان، هو كان كاتب له ورقة ما انا طلبت منه يعني قبل ما ينهي العلاقه معاه. خبعك ان هو كان لسه بدا الاعتراف ليا. تمام. وبدات اقول له الخريطه ايه بقى، طلبت ان هو يعني باعتباره مبايع يعني عايز صوره بركه منه. عشان اقدر انشرها مع حضرتك وتبقى مع سيادتك. تمام. وعايز بخط ايديه اي حاجه، فانت قول له للذكرى من قائم ال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فبرضه هيبقى في ايدين حضرتك الوثيقه اللي تؤكد كل ده. ختم. طبعا نفسه ختم، مش هو المهدي ومش الرئاسه، فطبعا كده في جزء على فكره يمكن الشيخ محمد فارس ما لحقوش، فكده تبقى تقريبا اتحلت اتحلت مشكله ان هو بيقول له الرئاسه يعني. احنا الرؤساء بقى اللي تعجبنا ناخدها، اللي ما تعجبناش الارض اللي تعجبنا دي ناخدها، نسرق هنا نعمل هنا وهكذا. فاي صوره بيقدموها عن سيدنا الامام المهدي ممكن نصابين كله. شوف هقول لستك حاجه غريبه، يعني لما حضرتك بتسالني عن سيدنا محمد بن الحسن العسكري ومحمد او احمد ابن عبد الله ابن مش عبد الله، لان عبد الله طبعا ما وردش في الحديث. تصور اخواتنا الشيعه حرس سيدنا المهدي، تصور اخواتنا الشيعه، ما دي مفاجاه، حرسه من الدس واللعب، وبرغم كده وقعوا في دس انا بعتبره عجيب، سواء في مساله الجزيره الخضراء ان هو فيها، وطبعا انا رديت ده في كتاب اليهودي التائع الشيخ ناجي النجار. نعم. ان هو برمودا ملهاش علاقه بسيدنا المهدي، وقدمت الادله. لا هو في ترويج دلوقتي ان سيدنا المهدي في برمودا بيجهز جيشه. طب ما يا فندم ده انا رادد على الكلام ده من حوالي 19 20 سنه بكتاب متوثق في هيئه الوثائق القوميه ودار الكتب وكل شيء. نعم. ورديت رد مفحم يعني، خبر سيادتك. ف يعني في نفس الآن هو سيدنا الإمام المهدي سلام الله عليه هيبقى مفاجئ للاثنين، أعتقد كده قربت مفاجئ للاثنين. إخواتي الشيعة وإخواتي السنة، والاثنين إخواتي أنا، بص بحبهم كلهم، حتى بالمسرف على نفسه بالغلطان، لأن أنا مؤمن باب التوبة مفتوح. ما طلعليش بقى واحدة دبة وتقول لك ده الدبة دي أنت يا ستي مع يعني بعدك غروب الشمس من المشرق وخلصت القصة، فلا باب التوبه مفتوح لاعظم
متجبر في الكرة الأرضية أراق حتى دماء، لا باب التوبة مفتوح. شوف فضل الله. طب يا نهار أبيض، ده أنا عملت وعملت وعملت وعملت، تخيل هيقلب لك كل ده حسنات، كل الشر ده يبقى حسنات. آه والله هو كريم وحر لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. لازم نعرف رب العالمين بصفاته، نقوم نحبه أكتر، فباب التوبة مفتوح. فأتمنى إن يعني الحمقى من الطرفين يبطلوا التلاسل. طب هو اختفى ازاي ياسر ده؟ او موضوع انتهى ازاي؟ عرف ان انا عرفت. عرف ان انا عرفت حضرتك، وفي واحد كاتب بلغه تحذير يعني. طب واختفى بقى ايه يعني؟ اختفى عننا تماما، واختفى حتى عن الاخ ده، بس فضل لابد في راجل الاعمال. طب انا ماليش دعوه. طب اذنك ليه ما تمش بلغ عنه يعني؟ لان ما معكش غير هي الورقه دي. والتاني ما انت هتضطر تفضح. هتفضح امور يعني. انا هقول لسيادتك يعني. القصه اللي هي حصلت دي مع الاستاذ ده، دي كانت يعني تقدر تقول المانع امامي الاخلاقي مش اكثر، لان هتضطر تدخل شهود وحرم واحد يعني محترم. لا ده حقيقي يعني. يعني كانت مانع، لكن طبعا في ناس من الاجهزه عرفت يعني. تمام حضرتك. طيب. وهو تحت العين، ولذلك ما عملش حاجه ولا هيعمل حاجه. نعم. نصاب زي النصابين. طب هو عشان بقى ايه السؤال اللي اتكرر علينا في الحلقتين ثلاثه اللي فاتوا، ايه فايده ان انتوا عاملين تستعرضوا لنا في المهدي المزيفين دول؟ فهمنا ان هم من العلامات، لكن ضيعتوا فيهم وقت. يعني ايه ضيعنا وقت؟ هل حضرتك شايف ان اليوم دور جاي؟ لا يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان غلطان يعني. شوف اللي يقول ده، عفوا مع احترامي اشك فيه. نعم. ليه؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيدنا الإمام علي وأئمة آل البيت وحتى الصحابة اتكلموا إن يسبقوا مهديون. نعم. فحضرتك مزورون يعني أدعياء المهدية. إذا إحنا ما إحنا قلنا إحنا بنتكلم في أول العلامات. نعم. اللي إحنا فيه القرون السابقة كل قرنين ثلاثة ما يطلع لك مهدي. صحيح. الآن أنت تقريبا كل أسبوع كل شهر من دولة شكل. ومهدية ومهدي والدابة وبتاع. انت عايز الاثنين في واحد. ما عفوا الكلام يعني، اللي يسأل يعني يبقى وقور. نعم. حك ان في احاديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بتحذر من هؤلاء، لان احنا قلنا لعبة الدجال وابليس مسخ الدين الاسلامي. حضرتك مسخ الدين الاسلامي، ومن اعظم الركائز هي قضية الامامة. ده انت بتمسخ قضية الامامة اصلا. صحيح. مش بقى الشخصية كمان لسيدنا الامام المهدي، ايضا بتعبث بالنبوءة والبشرى العظمى من حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم للبشرية جمعاء. صح. فيبقى ازاي ما يعني ايه الفايدة؟ انا اشك في اللي يقول السؤال ده. نعم. حضرتك يعني مسألة ان انا اقول ده هو جاهل، مع احترامي صعبة شوية. حضرتك شايف ان الاسماء اللي احنا استعرضناها في الكام حلقة دول، هل ليهم دور في المستقبل ولا هم دول اللي هيجي غيرهم؟ لا ممكن يجي غيرهم. حضرتك النموذج اللي قدمناه، احنا نقينا مجموعة. انا لو حضرتك عفوا الاخ اللي بيقول الكلام ده. وانا متاكد يعني ان في علامه استفهام عليه، تشويش سهل. انا عندي حضرتك ملفات كامله بشخصيات تانية، لكن اثرت التنويعه دي عشان اقول هيظهر من ده. هيظهر. لسه هيظهر لسه حضرتك في الطريق الفتره القادمه يعني، السنتين اللي جايين دول هنلاقي فيه. فهتفتكروني وهتفتكروا ان اعظم عمل انا تكلمت عنه في كتابي احضاروا الدجال يغزو العالم مثلث برمودا، وفي الخيوط الخفيه بين الدجال ومثلث برمودا الاطباق الطائره، قلت لكم ان هو هيشتغل على غزو العقول والافكار، واحنا لازم نعمل حائط صد وتحصين للوعي من الان. نعم. فحضرتك لما بقوم بالمهمه دي، اذا انا حصنت عقول ونفوس وارواح، وفي شباب بسطاء وفي ناس بسطاء ممكن يتخدعوا. ما في ناس لا قدنا اهو ناس مثقفه. ما هو حضرتك، وبرضه بكررها، اي حد تلقوه بيستجدي المهديه في التلفزيونات على النت، عفوا اضربوه بالنعال. طيب. عسى الشياطين اللي معاه تطفش. طب نطلع كده بنقاط ثابته بان الامام المهدي عليه السلام لا يروج لنفسه. طبعا. ولن يروج لنفسه، اقسم بهذا. تمام. وكذلك رجال، واجزم بعد القسم يا فندم، هو مش هيشحتوا حاجه اصلا، الله منح لهم هبه. نعم. فالله سبحانه وتعالى هو اللي هيقدمهم. والإمامة لا تأمر لأخذها يا فندم، الإمامة جعل الإله بنص القرآن. ولا إني جاعلك للناس إماما. لا أنا عايز أوصل هي تخطيط بشري. أنا عايز أوصل الناس دي بتقرأ القرآن ولا يا أخي ده حتى
في بني إسرائيل لما ربنا اصطفى أئمة وأوصياء وجعلنا منهم أئمة، وجعلنا ضمير أن العظمة الإلهية، ما فيش لفظ للإمامة إلا في جعل إلهي، نعم، فمش قضية إن هنختار على مزاجنا. إنما مكنا له في الأرض. يا فندم أنا بقول لسيادتك المسألة هتلاقي فيها دايما التفخيم الإلهي الجلالي حضرتك، فأرجو بقى يعني نبطل يعني الطريقة اللي هي العين العوراء في قراءة القرآن. اخر اخر نقطه في الحته دي، عايز بس معنى عايز اثبته، ان الامام ورجاله هاربون منها الا انهم مجبورون لا عليها. مش هاربون، انا اصحح، لان انا برضو ما الاحاديث اللي موجوده ان هو يهرب ويعمل دي، لا مش هرب بالمعنى الهرب، هرب من هو مش عايز السلطه، يا هو فندم كارهها يعني. متعففون عنها كما تعفف الامام الاول سيدنا الامام العلي سلام تمام الله عليه. ما هو عشان كده احنا بنقول يا جماعه حتى الصحابه اللي اخطاوا حبوهم عادي، هو سيدنا الامام علي ما سابها حضرتك. وبرم كده كان بيجوا يعني مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عشان ما في ناس قلت لك ما حدش يزعل يعني، ده تمام، كلام مثلا كتير في فضلنا الموضوع ده. نعدي يا سيدي والله مش مأمورين بالتردي، لكن لما عفوا يجي مثلا يقول لا أبقاني الله بأرض لست بها أبا الحسن، ده إقرار ولا مش لا إقرار؟ اقرار طبعا. بص اعتبره أخطأ 7000 خطأ، يبقى نسيب الأمر ده لأصحاب الشأن. ويكفي ان هو وضعه في القضاء والفقه. برضو برضو بص حضرتك علشان بس ما هو اللي عمل الأزمة إن في وقائع تاريخية، وفي أحيان في حاجات تدست زيادة نعم تشعل النار، لكن في وقائع تاريخية ثابتة، اللي ينكرها يبقى كذاب. المعادل إيه؟ إن سيدنا الإمام علي سلام الله سالم، نعم سالم يبقى معناه مصلحة الأمة هذا، طب ما تاخده بفقه سيدنا الإمام علي صحيح. فحك. وفي النهاية أقر قال إيه؟ لا قضية بأس ولا بها. أبا حسن لها، يعني تبقى مصيبة لما تجي لي قضية والإمام علي مش موجود. نعم وعلى رأي العقاد ليه كلمة حلوة، بيقول إذا طالعت في تاريخ الأصحاب جميعا لن تجد من يصلح أن ينطبق عليه لفظ كلمة إمام إلا الإمام علي. طب أنا أقول لحضرتك حاجة، عفوا أنت عمرك سمعت الإمام أبو بكر لا لا رضي لا الله عنه، خالص. الإمام عمر رضي الله لا عنه، الإمام عثمان رضي الله عنه، لكن بتقول الخليفة، نعم أنا هو طب أمير إشمعنى، المؤمنين. طب إشمعنى الإمام علي؟ لا هو الوحيد، هو المتفرد. مساء الفل. مساء الجمال. لا الله، يبقى سيدنا الإمام المهدي إمام ولا مش لا إمام؟ طبعا إمام طبعا. طيب هو فهمه بقى معنى الإمام؟ ما ده هو سيد بقى كل سيد، هو بقى يولي، يسيب ده خليفة، يسيب ده أمير، يسيب، لكن هو الأمير الحقيقي. تمام يعني فوق وفي الأرض. عليه السلام. أمال إيه؟ هو ربنا ما بيتكلم عن نفسه، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هي متسابة لا طبعا. فيطمنوا. إذا هو في السماء رسول وفي الأرض رسول وفي السماء إمام وفي وإمام الأرض وفي إمام. الأرض نعم بالظبط، نعم بنبشر العالم كله. نعم فاجئكم بقى إن شاء الله من الحلقة الجاية بداية العلامات الرئيسية لسن الإمام عليه السلام والإمام المهدي في القرآن الكريم إن شاء الله. يبقى عرفوا بقى ان احنا كان لازم نمشي بالراحة، والله وان ما يا فيش رب. تسونامي خد اهل المغرب، وما فيش مش عارف ايه خد اهل الجزائر، وما فيش مش عارف ايه، يعني الاقدار حتى ممكن يجي زلزال على تركيا، زلزال على مصر، زلزال مش عارف ايه، اقدار الله. طب ما انتوا عايشينها طول عمركم، نعم هتزيد شوية عشان نتقدم. هو ربنا لما بيحب حد يروح عامل له كده، صحيح. يا ريت تجيبها بالكاميرا كويس كده شدت ود، تمام ده انا بحبكم. طب تمام احنا ما تايهين، طب اهو كده، طب اهو واخد حاجه، لا تبقى فوق. وبرضه طب اهو، هو ده اللي هيحصل. نعم اهو كتير دي صعبه. ما هو يعني هيروح ساجدين. نعم ومتى تنتهي هذه الكره؟ حين نعود ثانيا عبادا لله، فإن شئتم فأطيلوها وإن شئتم فقصروها. مدد يا سيدنا النبي، مدد يا آل البيت محمد عليه الصلاة والسلام. نشوفكم على خير إن شاء الله الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.